وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الثالثة والنصف من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس البرلمان العربي. المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار اليمن وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض. وزارة الداخلية تعلن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول. الصحة تعلن عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 24 إصابة جديدة. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله اليوم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لفترة ثانية. وعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لمواقف البرلمان العربي ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكدا أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية. حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الإيجاز اليومي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة حول آخر إحصائيات ومستجدات مكافحة فيروس كورونا. مستجدات فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد 19. نتابع جميعا تطورات المرض حول العالم. ارتفع عدد الحالات المسجلة والمصابة بشكل مؤكد بهذا الفيروس إلى 126 ألف حالة حول العالم. بلغ عدد إجمالي الحالات التي توفيت بهذا المرض حوالي 4600 حالة، ومن شفوا 68 ألف حالة تم تشافيها من هذا الفيروس. حول العالم تم تسجيل هذا المرض في 121 دولة. نلاحظ أنه هناك دول تسجل أعداد متزايدة من هذا الفيروس مؤخرا. لعلنا نلاحظ أنه أعلى الدول التي تسجل هذه الحالات هي كوريا وإيران، وأيضا دول متعددة في أوروبا نلاحظ بأنها تسجل أعداد متزايدة بهذا المرض، ومنها إيطاليا مثلا، بعض الدول الإسكندنافية كذلك تسجل عددا من الحالات. حقيقة عدد من الدول لا يزال يسجل حالات جديدة بهذا المرض وبشكل متزايد في مناطق محددة في العالم، بينما مناطق أخرى بدأنا نشهد فيها تراجع لتسجيل الحالات أو استقرار على تسجيل الحالات فيها. طبعا المستجدات في منظمة الصحة العالمية أيضا مهمة. يعني قبل ساعات ليلة البارحة أعلنت منظمة الصحة العالمية بإعلان صرح به مدير عام المنظمة بأنه المرض يمكن تصنيفه جائحة بانديميك على المستوى العالمي، وتحث منظمة الصحة العالمية بذلك أن تواصل الدول جهودها بل تتسارع فيها، وهذا أمر مهم جدا. هنالك طبعا عدة إجراءات تتاح للدول في هذه الحالة، ولكن بحمد الله المملكة العربية السعودية الجهود التي تبذل هنا في السعودية بتضافر جهود الجهات المعنية الحكومية، الأعضاء في اللجنة المعنية والدعم من القيادة، تم اتخاذ خطوات وقائية واحترازية استباقية تحاكي ما يترتب على مثل اتخاذ هذا المستوى للتعامل مع الفيروس. فبحمد الله تعتبر الإجراءات الاستباقية جدا حازمة وذات مسؤولية عالية، وبالإضافة إلى ذلك لا يزال طبعا التقييم مستمر، وبتغير أو رصد أي تغيرات لمستوى الخطر يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة أولا بأول. في المملكة العربية السعودية تم الإعلان عن حالات إضافية. إجمالي الحالات حتى الآن المؤكدة في المملكة العربية السعودية هو 45 حالة. هذه الحالات منها 17 ذكور و28 من الإناث. جميع هذه الحالات لبالغين باستثناء حالتين لأطفال. طبعا الحالة الصحية لهم بشكل عام مطمئنة باستثناء حالة واحدة سبقا أشرنا لها، الحالة الجنسية الأمريكية، لا يزال يتلقى العناية في العناية المركزة وحالته حرجة،
ويقدم له الرعاية المناسبة لمثل هذا الحرج وجميع الحالات في أقسام مخصصة للتعامل مع الحالات بشكل معزول. الاستقصاء الوبائي مستمر لحصر كافة المخالطين، المخالطين عددهم اقترب من 1000 حالة، وجميع الحالات المخالطين يتم تقديم الرعاية اللازمة لهم والإجراء الصحي المناسب لهم المتعلق بإجراءات العزل الصحي المناسب، وأيضا يتم إجراء الفحوص المخبرية أولا بأول بإذن الله تخرج النتائج. إجمالي من تم فحصهم حتى الآن تجاوز 4300 فحص مخبري تأكيدي، وأؤكد مجددا أن التي ظهرت منها مؤكدة لوجود الفيروس في الحالات التي تم إجراء الفحوص لها هي 45 حالة التي ذكرناها وأشرنا لها قبل قليل. الإجراءات مستمرة في المنافذ، بلغ إجمالي من تم تقديم الخدمات لهم الوقائية في المنافذ حتى الآن 570,000 شخص. جدا نشعر بسعادة واطمئنان عندما نجد بأن مركز الاتصال الموحد 937 مصدر ثقة، ويرجع له الناس في والمجتمع في طلب المشورة، طلب الرأي، طلب الاستشارة الطبية، التبليغ، الاستفسارات على مدار الساعة يتلقاها، وتجاوز حتى الآن 106,000 اتصال متعلق بفيروس كورونا الجديد. طبعا هنالك أمور مهمة جدا لابد من الإشارة لها. مسألة العزل الصحي المنزلي، العزل المنزلي أمر مهم جدا. ننصح الجميع ممن يرغبون أن يعرفوا هل أنا يجب علي أن أبقى في حالة عزل منزلية أنهم يستفسروا من 937، أو بإمكانهم أيضا الدخول على الموقع الرسمي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها سعودي CDC. هذا الموقع متاح وفيه صفحة مخصصة محدثة تحدث بشكل دوري، تضع التصنيفات للدول، إذا كان الإنسان قادم من فئة معينة اللون مثلا الأحمر أو اللون الأصفر حسب الفئات اللي وضعوها الزملاء، إذا أنا قادم من هذه الدولة خلال 14 يوم الماضية هل يلزمني أن أكون في حالة عزل صحي أو عزل منزلي، أو أساسا منذ دخولي للمملكة يفترض أني أنا في حجر صحي ويتم تطبيقه طبعا عند المنافذ أساسا، أو أن وضعي الصحي لا غير مقلق وإنما كل ما هنالك وكل ما هو مطلوب لو ظهرت علي أعراض كوني قادم من إحدى الدول المصنفة فيها أو ظهرت فيها هذه الحالات أتصل ب 937. واضحة جدا ومبينة في الموقع لمركز وقاية المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها. أيضا نحث الجميع على أنهم يعرفوا ما هو المقصود من العزل المنزلي. العزل المنزلي الحالة إذا كانت فيها اشتباه معين سيقوم الأطباء أو المختصين بالتوصية بأن يكون في العزل المنزلي، أو كما هو معلن لو أنت جاي من بلد مصنف من ضمن الدول التي يلزم عليك أنك تكون في حالة عزل صحي عزل منزلي. العزل المنزلي مطلوب أنه يبقى الإنسان حتى يكتمل 14 يوم، لا يقل عنها بيوم، يجب أن يلتزم. قد تكون المدة شيئا ما أسبوعين أن يكون أنا جالس في البيت، قد يستطولها الشخص، لكن الأهم من ذلك هل هذه المدة برغم أنها أسبوعين مهمة جدا لحماية وحماية أسرته ومجتمعه جدا هامة. يبقى في غرفة جوا المنزل، غرفة منعزلة عن البقية لكي يكونوا أيضا في حماية، فبالتالي هم أيضا يستطيعون يمارسوا حياتهم في بقية أنحاء المنزل وهو يكون موجود في غرفة معينة. يتناول الأكل بس ما يتناول الأكل بأواني أو مواد متبادلة مع الآخرين، أغراضه الشخصية أيضا لوحدها. لو اضطر أنه يطلع من الغرفة لسبب ما أو مراجعة مستشفى لابد يضع الكمامة لكي لا يعدي من حوله. بإمكانه دائما الاتصال 937 إذا كان يرغب بأي استشارة أو مشورة أو استفسارات معينة. المناديل اللي يستخدمها مهم أنه يتخلص منها بشكل مناسب في سلة مهملات. ايضا مهم جدا انه في حاله العطاس او انه يكون عنده سعال او كحه او اي اعراض من اعراض الرشح انه نستخدم الاداب والسلوكيات اللي تتعلق بذلك، سواء بوضع المناديل او مثلا في طرف الاكمام عند الذراع. هذه امور مهمه جدا، وفي توصيات بعد حتى تفصيليه اضافيه ممكن الرجوع لها في الموقع، ممكن الرجوع لها في تويتر حساب وزاره الصحه. كل هذه البوابات متاحة للجميع بإذن الله ليجدوا منها المعلومة
المفيدة والقيمة التي تواكب إن شاء الله استفساراتهم وتجيب عنها بكل وضوح. سعداء جدا ومسرورين بالخبر الذي تم إعلانه يوم أمس بشفاء أول حالة من الحالات المصابة. نسأل الله أن يديم له الصحة والسلامة والعافية، وأن يكون يعني مسرور بين أهله وأحبابه، وأن تتبعوا بإذن الله الحالات القادمة بالشفاء، ونستبشر فيها جميعا بإذن الواحد الأحد. نتمنى للجميع الصحة والسلامة. شكرا لكم. مسمى المنظمة الصحة العالمية بانديميك معناه الأدق في الترجمات والاصطلاحات الطبية جائحة، والمعنى المقصود في الجائحة بأنها بدأت تصبح موجود لها تفشيات في عدة أماكن في العالم على مستوى عابر لقارات. إيش يترتب عليه؟ يترتب عليه عدة إجراءات احترازية. لو نشوف اللي قامت في المملكة العربية السعودية استباقيا من إجراءات، نجد أنه أغلبه واكب ما جرت العادة أن يواكب في مثل هذه المستويات، مثل إيقاف السفر لبعض الدول، منع السفر لها، إيقاف رحلاتها وتأشيراتها، تخفيض التجمعات، وسواء كان الإجراءات التي تمت في المشاعر المقدسة حماية لها من أي وفادة لهذا الفيروس، أو بعض التجمعات التي رأينا يعني تباعا الهيئات والوزارات المعنية في المملكة العربية السعودية اتخذت فيها إجراءات جدا مشكورة. أيضا المجتمع حقيقة يعني نرصد اهتمام كبير ومتابعة كبيرة من المجتمع بأنه يواكب هذا الأمر، وهي التوعية العالية اللي في البلد بالممارسات السليمة والسلوكيات الصحية السليمة. طبعا دائما نقول أن الممارسات الصحية السليمة مهمة، لكن المبالغة فيها قد تكون سلبية، بمعنى أنه قد نسمع أنه البعض الآن يبادر بأنه يرغب بأنه يحصل على كميات أكثر من اللازم أو معينة، يرغب أنه يخزنها من منظفات أو معقمات أو غيره. المطلوب هو الاستخدام سلوكيات هذه المفروض تكون طوال العام، نؤكد عليها في مثل هذا التوقيت. لكن أنا سبق أني ذكرت أن الصابون العادي يكفي لغسل اليدين بالمدة الكافية حسب ما ننشره في التوصيات، لكن الجل أيضا ولا غيره من المعقمات أيضا هي تقوم بهذا الدور وممكن الاستفادة منها، لكن ليست هي الشيء الوحيد المفيد. الكمامات هي للمريض أو من يرعى مريض، أما الإنسان الصحيح السليم قد لا يحتاج لها، والأصل أنه ما يحتاج لها، ولا توجد توصيات لاستخدامها. أي ملاحظة يلاحظها المجتمع من وجود إشاعات عليه أن يكون أول مبادر لصدها وردها والتوجه للجهات الموثوقة بالمعلومة الرسمية. المعلومات تجدون دائما نبثها أولا بأول، حرصا على أن يكون الجميع مطلع عليها. أيضا لو رصد أي تغير في أسعار في كميات معينة أو أمور معينة يرجى منها تكون متوفرة في السوق، لاحظ أنها ما هي موجودة. الأصل أن احنا مطمئنين بأنها كلها متوفرة وعليها رقابة من لجان معنية، والوزارات المختصة أيضا في ذلك تراقب ذلك وتلاحظ، ولن تقبل أبدا بأن يكون فيها أي تلاعب أو استغلال لأي ظواهر أو حالات مثل التي نمر بها حاليا عالميا. إلا أنه لو رصد المواطن أي شيء من ذلك أو المقيم، عليه فورا أن يبادر بالاتصال للأرقام المخصصة لذلك، وستقوم الجهات المختصة بالتصرف والتعامل معها وفق الأنظمة. تفضل. إذن مشاهدينا الكرام، كنا معكم والإجازة اليومي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة حول آخر الإحصاءات والمستجدات لمكافحة فيروس كورونا، ونعود بحضراتكم الآن إلى نشرة أخبار الثالثة والنصف من قناة السعودية. أعبرت وزارة الخارجية عن حرص حكومة المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن الشقيق وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض تحقيقا لغاياته وأهدافه، والتي يأتي على رأس أولوياتها تأمين العيش الكريم بأمان واستقرار للشعب اليمني ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. وتعمل المملكة انطلاقا من ذلك على إنشاء مشاريع تنموية مختلفة وإنهاء مشاريع قيد الإنشاء في جميع المحافظات امتدادا للدعم الذي لم تتوانى المملكة في تقديمه، واستمرارا للعناية بالشعب اليمني الشقيق. وتدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للعمل معها لتنفيذ الاتفاق مقدمين المصالح العليا بشعور المسؤولية الوطنية المعهودة عنهم دون تصعيد يفوت فرصا يتحقق بكسبها مصلحة اليمنيين، والعمل سويا لحل الخلافات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاق بعيدا عن المهاترات الإعلامية التي لا تخدم المصلحة.
المنحة وتزيد الفجوة بين الأشقاء ولا تهيئ الأجواء الملائمة للمضي في تنفيذه. أكد الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقف المملكة الرافض لتجاوزات إيران خلال الكلمة التي ألقاها في دورة مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تقارير الوكالة بأنه توجد مواقع يوجد بها آثار مواد نووية، كما أنه تم منع بعض مفتشي الوكالة وهذا أمر غير مقبول، فلا بد على إيران التجاوب مع الوكالة. وموقف المملكة العربية السعودية في مجلس المحافظين هي طلب الدول الأعضاء بحث إيران أن تتجاوب في أسرع وقت ممكن، وبناء على الاتفاقيات الموقعة من إيران مع الوكالة فلا بد أن تسمح لمنسوبي الوكالة ومفتشيها القيام بعملهم على أكمل وجه. على الرغم استمرار إيران تجاوزاتها تجاه الاتفاق النووي، إلا أنه غير مقبول أن تخفي إيران بعض المواقع التي تحوي آثار مواد نووية وتمنع مفتشي الوكالة بأن تصل لهذه المواقع. موقف المملكة العربية السعودية ثابت منذ البداية. الاتفاق النووي لا يشمل برنامج الصواريخ البلاستية، لا يشمل دعم إيران الميليشيات الإرهابية ودعمهم للاضطرابات في المنطقة، فبلا شك أنه اتفاق ناقص. أعلنت وزارة الصحة عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، كما أعلنت الصحة عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة تعافت واحدة، وبقيت الحالات موجودة الآن في العزل الصحي ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة. وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد التواصل فورا مع مركز اتصال الصحة 937. وعلى صعيد الإجراءات المحلية، فقد اتخذت عدد من الجهات الحكومية في المملكة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس البرلمان العربي. المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار اليمن وسعيها لتنفيذ اتفاق الرياض. وزارة الداخلية تعلن تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا وتعليق الرحلات الجوية إلى عدد من الدول. الصحة تعلن عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 24 إصابة جديدة. شكرا على طيب المتابعة، نلقاكم على خير وفي أمان الله.